بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: أصحاب الرأي والقياس حملوا معاني النصوص فوق ما حملها الشرع، وأصحاب الألفاظ والظواهر قصروا بمعانيها عن مراده، فأولئك قالوا: إذا وقعت قطرة من دم في البحر فالقياس أنه ينجس، ونجسوا بها الماء الكثير مع أنه لم يتغير منه شيء البتة بتلك القطرة. وهؤلاء قالوا: إذا بال جرة من بول أصبها في الماء لم تنجسه، وإذا بال في الماء نفسه ولو أدنى شيء نجسه. غلو أصحاب الظاهر على قول ابن حزم، وإذا تبول في إناء ثم صبه في الماء لم يضره ولا يكون قد فعل منهيا عنه، ولكن إذا تبول مباشرة يبقى هو المنهي عنه. نصر هذه المسألة في المحلة بشدة، يعني أشنع مسألة يشنع بها عليه، من أشنع المسائل على الظاهر. يقول: ونجس أصحاب الرأي والمقاييس القناطير المقنطرة، ولو كانت ألف قنطار من سمن أو زيت أو شيرج، زيت يعني سمسم أو كده، بمثل رأس الإبرة من البول والدم، والشعرة الواحدة من الكلب والخنزير عند من ينجس شعرهما. أصحاب الظواهر والألفاظ عندهم لو وقع الكلب والخنزير بكماله أو أي ميتة كانت في أي ذائب كان من زيت أو شيرج أو خل أو دبس أو ودك غير السمن، ألقيت الميتة فقط وكان ذلك المائع حلالا طاهرا كله. فإن وقع ما عدا الفأرة في السمن من كلب أو خنزير أو أي نجاسة كانت فهو حلال، فهو طاهر حلال ما لم يتغير. هو الصحيح أن مدار الأمر النجاسة والطهارة على التغير، ده الصحيح في المسألة، قول مالك رحمه الله. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني في الإحرام لا تنتقب المحرمة، فسوى بين يديها وجهها في النهي عما صنع على قدر العضو، ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة. ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كنا يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن. وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشكي عن معاذة العدوية قالت: سئلت عائشة: ما تلبس المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب ولا تتلثم. قالت: سألت عائشة: ما تلبس المحرمة؟ فقالت: لا تنتقب ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها. فجاوزت طائفة ذلك ومنعتها من تغطية وجهها جملة، وقالوا: إذا سدلت على وجهها فلا تدع الثوب يمس وجهها، فإن مسته افتدت، ولا دليل على هذا البت. وقياس قول هؤلاء أنها إذا غطت يدها افتدت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما في النهي وجعلهما كبدن المحرم، فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين، وهذا للبدن وهذا للوجه وهذا لليدين. لبس القميص ما منعش من ستر البدن بساتر غير القميص، وإنما أجاز ستر البدن ولم يجز ما فصل على قدر العضو. فالنقاب والقفازين كذلك منع ما فصل على قدر العضو وأجاز سترهما بغير ما فصل. يقول: فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف وافتتن بصورتها، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: ولا يخمر رأسه، لجاز تغطيته بغير العمامة. لكن الدليل لا يخمر رأسه ولا يغطى رأسه، يبقى دليل أن رأسه ما تغطاش إيه خالص. يبقى الراجح أن الوجه والكفين للمرأة زي بدن المحرم مش زي رأسه. ها؟ والمحرم كذلك رأسه وجهه رأسه ما يتغطوش بغير إيه؟ ما يتغطوش خالص. لكن وجه ويدي المرأة الراجح ان هما زي بدنه،
يتغطوا بغير المفصل عن قدر العضو. وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة عثمان وابن عباس وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وجابر أنهم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون. فإذا كان هذا في حق الرجل قد أمر بكشف رأسه فالمرأة طريق الأولى والأحرى. يخمرون وجوههم إما من تراب أو ريح، يبقى ده حاجة لعارض ومؤقت، ولكن الصحيح أنه لا يجوز ذلك بغير سبب، بغير ضرورة، ويكون مؤقت. لا، تغطية الوجه الرسول قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه، اللي ورد في الرأس ورد في الوجه، والحديث رواه مسلم في صحيح. وفعل الصحابة رضي الله عنهم في مقابلة الحديث ما ينفعش احتج به، يا إما نجمع بين الدليلين ونقول إن هم خمروا وجوههم ليه؟ لعارض وحاجة مؤقتة، ساعة ما يجيله ريح يغطي وشه، لما يفديش للعارض، لو هيستديم يبقى يفدي. ها؟ بس اللبس مدة طويلة هتبقى احتاج إلى فدية، لكن ده هبوب ريح ساعتها حاجة عارضة. وقصرت طائفة أخرى فلم تمنع المحرمة من البرقع ولا اللثام، قالوا إلا أن يدخل في اسم النقاب فتمنع منه. عذر هؤلاء أن المرجع إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في لفظ المنهي عنه فقط، أن المرجع إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في لفظ المنهي عنه فقط، لأن هم قالوا أنه النقاب فقط. الصواب النهي عما دخل في عموم لفظه وعموم معناه. البيشة تدخل فعلا، عشان كده انا بقول ان البيشة لا تجوز. ها؟ اللي هو السدل ده، ده موقوف معاذ العدوية. لا، مش ده المنقطع، ده المرفوع هو تحديث اسماء، هو اللي فيه الكلام. هو الصح انها تعمل البتاع ده، تشد الطرحه على وشها زي الملايه اللف، تشد الخمار كده بالظبط. الخمار بتاع راسها تشده. لا، البيشه دي معموله للوش خصوصا، ومال بس مش مفصل على قدره. لو معمولة لتغطية الوش هتبقى زي ان لان النقاب اصلا معمولة تغطية، فيعني حتة للوش، لا حتة على بعضها كله، يبقى خلاص. هو انت بقى دخلت في ايه؟ ما هو لك عموم اللفظ ولا عموم المعنى؟ العموم المعنى اي شيء مفصل على قدر العضو. يقول فان البرقع واللثام وان لم يسميا نقابا فلا فرق بينهما بينه، بل اذا نهيت عن النقاب فالبرقع واللثام اولى، ولذلك منعتها ام المؤمنين من اللثام. تلثم هو جاي لف على ايه؟ انا مش بتغطي وشها بتشد كده. لو شال على كتفها خلاص ماشي، يبقى يجوز بلا شك. يقول ومن ذلك لفظ الفدية، أدخل فيها طائفة خلع الحيلة على فعل المحلوف عليه مما هو ضد الفدية، إذ المراد بقاء النكاح بالخلاص من الحنث. يعني واحد حلف عليها ما انتش عاملة حاجة الفلانية، فيقوم يعملهم خلع عشان ما يتحسبش طلاق، وتعمل الحاجة دي وهي مختلعة على مذهب من يجعله فسخا لا طلاقا، ويبقى في فدية وهي في الحقيقة مش مقصودة، ومطلوب يرجعوا بعد كده يرجعوا يعملوا عقد جديد مهر جديد من غير ما يتحسب عليه. يقول إنما شرعت الفدية لزوال النكاح عند الحاجة إلى زواله، وأخرجت منه طائفة ما فيه حقيقة الفدية ومعناها، واشترطت له لفظا معينا، وزعمت أنه لا يكون فدية ولا وخلعا إلا به،
أولئك تجاوزوا به وهؤلاء قصروا. والصواب أن كل ما دخله المال فهو فدية بأي لفظ كان، والألفاظ لم ترد لذواتها ولا تعبدنا بها، وإنما هي وسائل إلى المعاني. فلا فرق قط بين أن تقول اخلعني بألف أو فاديني بألف، لا حقيقة ولا شرعا ولا لغة ولا عرفا. وكلام ابن عباس والإمام أحمد عام في ذلك، لم يقيده أحدهما بلفظ ولا استثنى لفظا بلفظ، بل قال ابن عباس عامة طلاق أهل اليمن الفداء، يعني ويطلقوا بلفظ الفداء. وقال الإمام أحمد الخلع فرقة وليس بطلاق. أنا عندي الرجح طبعا أن الخلع طلاق، علشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة، فأنا الخلع تم بلفظ الخلع، ولا بلفظ الطلاق فهو طلاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالإيه؟ بالطلاق وسماه طلاقا. عشان الحديث الصحيح ده لا نلتفت إلى قول آخر، وقول الجمهور للعلم يعني وإن عثمان يجعله فسخا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه طلاق خلاص. وقال الخلع ما كان من جهة النساء، وقال ما أجازه المال فليس بطلاق، وقال إذا خلعها بعد تطليقتين فإن شاء رجعها فتكون معه على واحدة. ده كلام ابن عباس رضي الله عنه، بس طبعا خلاف قول عمر رضي الله عنه وغيره، وخلاف زي ما قلنا حديث صحيح. وقال في رواية أبي طالب الخلع مثل حديث سهلة إذا كرهت المرأة الرجل وقالت لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، فقد حل له أن يأخذ منها ما أعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتردين عليه حديقته؟ قلت وقد قال في الحديث، قلت ذا كلام ابن القيم، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وجعل أحمد ذلك فداء. وقال ابن هاني سئل أبو عبد الله عن الخلع أفسخ أم طلاق هو أم تذهب إلى حديث ابن عباس كان يقول فرقة ليس بطلاق، فقال أبو عبد الله كان ابن عباس يتأول هذه الآية الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. كان ابن عباس يقولها فداء. قال ابن عباس ذكر الله الطلاق في أول الآية والفداء في وسطها، وذكر الطلاق بعد، فالفداء ليس هو بطلاق وإنما هو فداء. والأمر ده في نظر من جهة الاستدلال، لأنه لو كان كذلك لما جاز الخلع إلا بعد تطليقتين. لو كان ده أحكام مترتبة على بعضها كده، يبقى الطلاق مرتان فإمساكهم أو تسريحهم بإحسان، وإن ذكر الخلع وإن ذكر الطلقة الثالث، ده لو إنه هو إنه يتحسب بهذه الطريقة، وإنه هيحسبها إن الطلقة تلتة بعد الخلع، يبقى ما ينفعش كان خلع إلا بعد تطليقتين، وده لا قائل به. ولذلك والله أعلم إن ده لأنه هو خلاف الحديث فعلا. يقول إن جعل ابن عباس وأحمد الفداء فداء لمعناه لا للفظ، هذا هو الصواب، فإن الحقائق لا تتغير بتغيير الألفاظ، هذا باب يطول السبع. هو ده مفروض إن القاعدة ما فيهاش نزاع، بس نقول إن إذا الشرع حدد حاجة معناها وجعل لها أحكام معينة يبقى هذه الأحكام. فالصحيح إن الخلع طلاق ولكنها طلاق بائن، لأنه لا تتمكن المرأة من حقها في الانفصال إلا بالبائن. لو كان طلاق رجع إلى أمكن الزوج أن يرجع ويضيع ما أرادت المرأة من ذلك، من أنها تنفصل عنه، فالصحيح أنه طلاق. المقصود أن الواجب فيما علق عليه الشرع والأحكام من الألفاظ والمعاني أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيها ولا يقصر بها، ويعطى اللفظ حقه والمعنى حقه، يعطى اللفظ حقه والمعنى حقه. قد مدح الله تعالى أهل الاستنباط في كتابه وأخبرهم أنهم أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومعلوم أن الاستنباط إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض، فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره، ويلغي ما لا يصح، هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط. قال الجوهري الاستنباط كالاستخراج. ومعلوم أن ذلك قدر زائد على مجرد فهم اللفظ، فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط، لا يستنبط يعني يستخرج، إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط، وإنما تنال به بالاستنباط العلل والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم. والله سبحانه ذم من سمع ظاهرا مجردا فأذاعه وأفشاه،
وحمد من استنبط من أولي العلم حقيقته ومعناه. قال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلو أشاع ظاهر الكلام فقط دون رجوع إلى إيه؟ إلى فهم المعاني والوزن الصحيح. يوضحه أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مستنبطه، ومنه استنباط الماء من أرض البئر والعين. ومن هذا قول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. إلا ده هنا استثناء منقطع، لأن ده مش الرسول صلى الله عليه وسلم ترك فهما يؤتيه الله، لكن هو لكن يمكن أن يكون فهما، يعني ما يأتي به عليه رضي الله عنه من الفقه والأحكام ليس ذلك عن علم باطن وسري أو تركه النبي عليه الصلاة والسلام إليه، ولكن هذا فهم آتاه الله إياه في كتاب الله. ومعلوم أن هذا الفهم قدر زائد على معرفة موضوع اللفظ وعمومه وخصوصه، فإن هذا قدر مشترك بين سائر من يعرف لغة العرب. وإن لأن هم ده والذي فلق الحبة في البخاري ده أبو جهم يقول: هل ترك عندكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ الصحيفة اللي فيها فداء العقل، اللي هي فداء الأسير وفي العقل. نعم، يقول: فإن هذا قدر مشترك بين الإنسان في لغة العرب، وإنما هذا فهم لوازم المعنى ونظائره ومراد المتكلم بكلامه ومعرفة حدود كلامه، بحيث لا يدخل فيها غير المراد ولا يخرج منها شيء، بحيث لا يدخل فيها غير المراد ولا يخرج منها شيء من المراد. فأنت إذا تأملت قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن جاء من عند الله، وأن الذي جاء به روح مطهر، فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل. وجدت الآية أخت قوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وجدتها دالة بأحسن الدلالة على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. منين بقى؟ مش من لفظها، من معناها، من المعنى، من قياس الصحيح، من قياس الأولى أو من الإشارة. إذا كان اللوح المحفوظ لأجل القرآن لا يمسه إلا المطهرون تكريما له، فتكريمنا إذن للمصحف يجب أن يكون كذلك. لأن كرم القرآن دليل على صدق الرسول عليه السلام. منين يجي كذاب يجيب الكلام ده؟ الكذاب ما يجيبش كلام كريم، مش كده؟ إنه لقرآن كريم. فالرفع اللي في القرآن والمعاني العظيمة والعزة والجلال اللي فيه لا يمكن ينزل الناس كذابين ومجرمين وسفلة. اللي انتوا بتقولوا ان دول أسوأ خلق الله، مدعي النبوة دول، ولا الراجل الكذاب يعرف انه كذاب ويخدع الناس والبشر للشهوات الدنيوية الحقيرة والعياذ بالله. يبقى ده مش ممكن يجيب كلام حديث ابدا، لازم يجيب كلام التخريف والعياذ بالله، يضفدع بنت الضفدعين وامثاله والاشباه الثانيه اللي كل ان هم كل مدعي ان هم بيحاولوا ايه يعملوها، زي البتاع اللي حاطينها على الكمبيوتر دي، تحس بالسخافه والعبط، عاملين صوره مفتراه: ايها الضالون المسلمون، مش عارف ايه، شايفينها في المسلمين، يعني على ايه؟ على محاوله سجع كلام فيه ياء ونون عشان يقول لك دي صوره والعياذ بالله. الناس فطبعا بتحس فعلا بالخبث اللي فيها فعلا. لا يوم كما قال هو ابن القيم: ان من اظهر ادله صدق النبي صلى الله عليه وسلم ان القران كريم. للعلم يعني الطريقه دي في الاستدلال على صدق النبي وكذب مدعي النبوه طريقه قديمه جدا في الكتب السماويه. يعني بيقولوا في الاناجيل عندهم ان هم بيقولوا ان المسيح قال: اياكم والانبياء الكذبه، فانه سيقولون، يعني في اخر الزمن سيكون كثيرون يدعون انه المسيح، يقول المسيح ثم المسيح ثم، ويعني الانبياء الكذبه فلا تصدقوهم وان اتوا بمعجزات. معنى الكلام مش فاكر نصه يعني. فقالوا: ايها المعلم، كيف نعرف يعني كذبهم وهم ياتون بمعجزات؟ فقال: كما لا يستخرج الشوك من العنب،
أو لا يستخرج إلا من الشوك، كذلك لا يستخرج من كلام هؤلاء إلا الفساد. يعني أنت تعرفون من كلامهم ومن ثمرتهم فعلا. شوف كده ثمرات كلام النبي عليه الصلاة والسلام، طلع جيل شكله إيه، والصحابة علمهم تلاقي كل كلمة من كلامهم كلام وزن عظيم جدا، فضلا عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بس هو فعلا أنه آثار النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض، ويعني لا يمكنها عقل. يعني فعلا مجرد أي تعقل يقول أن ده الأمة أخلاق عقيدتها وأخلاقها ونظم حياتها وعبادتها أنظف شيء بالتأكيد، وأن الأمة دي كانت عدم محض. شوف مفتيلمة الكذاب والأسود العامسي والبهائية والقديانية، طلعوا إيه؟ طلعوا زبالة فعلا والعياذ بالله، وطلعوا مدعي اتباع الأنبياء هم مش منهم زي اليهود. شوف أخلاق اليهود واللي بيعملوا اليهود، اليهود بنشر إيه في العالم؟ بنشر الربا والكذب والفواحش فعلا واقع ده. الناس كلها عارفة ان البنوك الربوية كلها في ايد اليهود، وعارفين ان مدينة الاعلام بتاعت هوليود دي بتاعت اليهود، وعارفين ان مجلات الجنس بتاعت اليهود، وعارفين ان ماركس ولينين يهود، وعارفين ان فرويد يهودي، وعارفين ان اللي بتاع التطور والارتقاء داروين يهودي. عشان شوفوا اليهود بيعملوا ايه والعياذ بالله. ثمرة اليهود فعلا في العالم نشر الفساد في كل حتة. يبقى دول بيتبعوا النبي اللي تبع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. بولس المزعوم اللي هو رسول الشيطان ده طلع للناس ايه رحمه الله؟ طلع لهم التناقض والفساد والخراب في العقيده والعياذ بالله والضلال المبين. فعلا والله لا يجدنا من العنب من الشوك، لا يجدنا من الشوك العنب. ازاي خير يطلع من شر؟ مش هتلاقي لهم خير. وما تنزلت به الشياطين. يبقى الكهنه والسحره، شوف السحره والكهنه اللي في كل مجتمع وانت تعرف بيعملوا ايه في الناس، يعملوا ايه فيهم الا الاذى والضر والخبث والفساد. يبقى تقولوا بعد كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر؟ اعوذ بالله. الشعراء في كل مكان تلاقيهم بيقولوا ايه، يغنوا على الحب والعشق والذم والمدح والهجاء وغير ذلك. تلاقي كما قال الله عز وجل: الم ترى انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. وقليل ذكر الله عز وجل دايما بتوع الاغاني والاشعار. اقرا كده صفحه الادب في كل حته تلاقي انصراف عن الدين، تلاقي القلب بعيد عن طاعه الله عز وجل، تحس كده على طول. وفي كل مجال في كل امه من الامم الشعراء بتوعها ايه؟ هم كده قله قليله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. دول قله في الحقيقه، لكن الاغلب الاعم ان الشعراء ده كما وصفهم الله. ولذلك فعلا والله ايات فعلا لكل عاقل يتامل ويتدبر يلاقي ان في فرق عظيم جدا. ولا يمكن ده يكون شعر، ولا يمكن يكون كهانه، ولا سحر، ولا جنان. جنان ايه ده؟ ده اللي هم مثلا المستشرقين يقول لك ان الرسول كان بيجي له لحظات ايه؟ صرع والعياذ بالله، وانه بيطلع بقى في لحظات الصرع ده واحد مجنون. طيب الصرع ده معناه جنون درجه من درجات، او على الاقل مرض خبيث والعياذ بالله في الانسان. يجي واحد عاقل يقول الكلام ده يطلع بعد نوبات الصرع، يا خبر ده لا طب يقول الكلام ده، ولا باي درجه من الدرجه، ولا عقل نهائيا يسمح بهذا الكلام. فبقول لك اذا تاملت الايه وجدت انها من احسن اظهر الادله على نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا القران جاء من عند الله، وان الذي جاء به روح مطهر، فما لارواح الخبيثه عليه سبيل. ووجدت الايه اخت قوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. مش مناسب لهم ان تاتي به الشياطين، ما ينبغي لهم. وجدتها داله باحسن الدلاله على انه لا مس المصحف الا طاهر، ووجدتها داله ايضا بالطف الدلاله على انه لا يجد حلاوته وطعمه الا من امن به وعمل به، كما فهمه البخاري من الايه، فقال في صحيحه في باب قل فاتوا بالتوراه فاتلوها لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه الا من امن بالقران ولا يحمله بحق الا المؤمن. ده معنى، مع انه مش اصل الايه، مش اصل اللفظ، خدوا بالكم. ده تفسيرات في الحقيقه لا تتعارض مع التفسير الصحيح لها، وهو ان الضمير يعود على اللوح المحفوظ وان المطهرون هم الملائكه، لكن ده تستفيد منه من جهه شمول المعنى واتساع المعنى ان لا يستفيد من القران الا ذو القلب الطاهر. وكلما طهر القلب كلما انتفع بالايه؟ بالقران. هيمس المعاني بقى، لا يجد طعمه ونفعه الا من امن بالقران ولا يحمله بحقه الا المؤمن، لقول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. عشان قال فاتوا بالتوراه فاتلوها، يبقى هيقراوا التوراه مش فاهمين حاجه،
يبقى إذن مش هينتفع بالقرآن إلا اللي قلبه نظيف طاهر. وتجد تحته أيضا تحتها يعني اللفظ الدلالة على أنه لا ينال معانيه ويفهمه كما ينبغي إلا القلوب الطاهرة، وأن القلوب النجسة ممنوعة من فهمه مصروفة عنه، والعياذ بالله. كما صرف الله قلوب اليهود عن فهم التوراة، وكما صرف الله عز وجل قلوب الكافرين عن فهم القرآن، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يقول: فتأمل هذا النسب القريب وعقد هذه الأخوة بين هذه المعاني وبين المعنى الظاهر من الآية، واستنباط هذه المعاني كلها من الآية بأحسن وجه وأبين، فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي رضي الله عنه. وتأمل قوله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، كيف يفهم منه أنه إذا كان وجود بدنه وذاته فيهم تدفع عنه العذاب وهم أعداؤه، فكيف وجود سره والإيمان به ومحبته، سر يقصد الإخلاص الباطن يعني، اللي هو ما جاء به من الإيمان باطنا والإيمان به ومحبته، وجود ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في شخص، أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى. طبق. وتأم لا، نحن نتكلم بقى وجودها في نفس الإنسان أولى دفع العذاب عنه. عن المقصود أو لو كلهم مؤمنين يبقى خلاص، يبقى لابد أن ينجيهم الله من العذاب، لكن هو عشان تنين كفار الأولوية هنا أن دول مؤمنين، من جهة أن دول أمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن أهمية الإيمان أعظم من أهمية ذاته صلى الله عليه وسلم، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني بقاءها في الناس مش مستمر، لكن دينه مستمر. وتأمل قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، كيف تجد تحته بألطف دلالة وأدقها وأحسنها أنه من اجتنب الشرك جميعا كفرت عنه كبائره، وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر إلى الكبائر، فإذا وقعت الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر فالكبائر تقع مكفرة باجتناب الشرك. وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا المعنى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وده معناه طبعا إن هو الشرك، بيقول الشرك كله لو ده يقتضي عدم الإصرار على المعصية ولا الكبائر بالأول، عشان ما نفهموش بضوء خلاف ما هو معلوم عند أهل السنة. ها؟ إيه؟ ملء ما يقارب الملء، قراب الأرض ما يقارب ملء الأرض، لأنه لقي الله ساعة ما لقيه لا يشرك بشيء، يبقى اللي قبل كده هيغفر. وقوله: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، بل محو التوحيد الذي هو توحيد الكبائر أعظم من محو اجتناب الكبائر الصغير. يعني إيه التوحيد الذي هو توحيد دي؟ يقصد التوحيد الخالص والتوحيد الكامل اللي هو الإيمان التام، وده في الحقيقة لا يمكن أن يولد مع الإصرار. الإيمان الكامل ما يوجدش مع إصرار القلب، لأن ده في الحقيقة كمال حال القلب أن يكون موحدا. أيوة نعم. وبالتالي فكل اللي قبل كده يغفر فعلا. وتأمل قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كيف نبههم بالسفر الحسي على السفر إليه، وجمع لهم بين السفرين كما جمع لهم الزادين في قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يعني ذكرهم بالسفر أو بالانتقال على البهائم والأنعام، إن أنتم منقلبون ومنتقلون إلى الله، افتكر دي وإن إلى ربنا لمنقلبون. يبقى أنت منقلب دلوقتي وتتقلب من حال لحال وتنتقل، يبقى افتكر الانتقال الأهم. وقال: وتزودوا وقال لهم فإن خير زاد التقوى. وكما جمع بين اللباسين في قول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذكر سبحانه زينة ظواهرهم وباطنهم
ونبههم بالحسي على المعنوي، لأن القلب محتاج يستر عوراته، أو الباطن محتاج يستر عوراته الباطنة اللي هو الجهل والظلم، فالتقوى هي اللي تستر عوراتنا وتزينها، زين الباطنة. فهم هذا القدر زائد على فهم مجرد اللفظ ووضعه في أصل اللسان، والله المستعان عليه التكران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أعجب بقى الجمود على الظاهر، واحد قريته في زماننا اللي بيقول لك الأدلة لا تقتضي ذكر الله عند ركوب السيارة. واحد بيقول من المعاصرين إن الأدلة ما اقتضتش، إن هو قال لك الدابة ما يدب بنفسه، وأما السيارة فلا تدب بنفسها، ماشي كده؟ وبالتالي لكن احنا بنقولها إحياء للسنة. طب ما هي سنة زي ذكرت هنا، هو أصلا ذكر ركوب الدابة، طب هو أصلا مين اللي قال كلمة ذكر ركوب الدابة دي؟ هو مين؟ أبدا، كلمة الدابة دي عشان أنت تبني عليها الحكم، ده أنت جبت لفظ مش مارس في الحديث أصلا، مش كده؟ هو لازم مين اللي قال ان دي الدابه لازم تدب بنفسها؟ والا في الحقيقه نتيجه، ما هو مين اللي سخر لك ده؟ ما ربنا سخر هذا ايضا عشان كده. يعني وبعدين الفلك زي ما هي، مش الفلك لا تدب بنفسها برضه، ايه العجب العجيب ده؟ وبعدين في الاخر يقول لك بس احنا هنقول الذكر برضه بس من باب التبرك يعني بالسنه، يعني حاجه مش من باب ان ده دلاله الايه عليها. لا طبعا ده كلام غلط، يعني تنطع. ها؟ اه فعلا. دي حاجه ودي حاجه، كل واحده في موضعها. لا التقوى زاد السفر الى الاخر، هي اول وتزودوا يعني ما استفروا بدون زاد الى الحج زي ما كان جاء في اهل اليمن. وبعدين ذكرهم بان اهم زاد تاخدوه معاكم التقوى، افتكر بالسفر ده السفر ده. وبعدين اهم تلبسه اللباس اللي يستر والريش، ولكن اهم منه لباس الايه؟ التقوى، مش كده؟ فايه اللي هو ايه الاختلاف اصلا؟ كل واحده في مقامها. التقوى لباس يستر العورات، وهي في نفس الوقت زاد يوصل الانسان الى سفر. دي امور معنويه. التقوى جنه، لو قلت لك اجيب لك معاني كده في التقوى، ايه وجه الجمع بينها؟ مفيش تعارض اصلا عشان نجمع. صح فعلا، انا بقول لك عشان كده ان هو بيتفلسف فيها بذكر ركوب الدابه. راح جاي اقول لك واحد معلق عليها فبيقول الدابه ما يدب بنفسه، اما ما يتحرك بغيره فليس داخلا في العموم. وان لابد من الانعام. طب الفلك تتهي ليه؟ طب ما الفلك زي ده عباره عن خشب وبتاع برضه زي وحديد، طب ما دي زيها. طيب بالضبط. فيقول لك يعني لكن هنقولها عشان الناس ما تنساش السنه دي. يعني كانها سنه في مكان ثاني بس احنا ايه هنقربها هنا. لا هي بعينها بالتاكيد هنا. هو فعلا حقيقه، هو تلاقيه معتقد انها بدعه بس ايه بس مكسو يعني على طريقتهم دي فعلا. طلعت التلامذه اللي مش فاهمين حاجه دول هي كده. يقول قد اتينا على ذكر فصول نافعه واصول جامعه في تقرير القياس والاحتجاج به، لعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب ولا بقليل منها. فلنذكر مع ذلك ما قابلها من النصوص والادله الداله على ذم القياس، وانه ليس من الدين، واصول الاستغناء عنه والاكتفاء بالوحيين، ونهى نحن نسوقها مفصلة مبينة بحمد الله. اللي يحتج بها مين؟ الظاهرية، في احتجاج في غير موضعه، لأن هي متضمنة حق، متضمنة إن الوحيين يكفوا، صح، ولكن ده ما ينفيش إن من ضمن الوحيين الميزان، مش كده؟ اللي هو ذكر الأدلة القوية جدا على ذلك. يا ريت كان الشوكاني قرأ الفصل ده وحطه في الكتاب بتاعه، كان أحسن ما يحطه إيه؟ الكلام بتاع اللي هو في إرشاد الفحول، اللي هو أنكر فيه القياس جملة. وللعلم يعني طرق اثبات القياس اللي في كتب الاصول فعلا لا كلها طرق ايه؟ كلاميه. يعني ما لقوش يعني الا طبعا ايتين ثلاثه بالعدد، والباقي طرق كلاميه يعني ليست طرقا شرعيه زي الاستدلال بها ابن القيم رحمه الله. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. أجمع المسلمون على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حضوره
وحياته وإلى سنته في غيبته وبعد مماته. فالقياس ليس بهذا ولا هذا. غلط. نقول هما كأنهم استشعروا أننا هنرد عليهم ونقول لهم غلط، أن الرد هي القياس رد إلى إيه؟ إلى كتاب والسنة. فقالوا ولا يقال الرد إلى القياس هو من الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لدلالة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه كما تقدم تقريره، لأن الله سبحانه إنما ردنا إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يردنا إلى قياس عقولنا وآرائنا قط. بل قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال إن أنزلنا إليك الكتاب كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت أنت. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ربنا قال لقد أرسلنا رسولا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يبقى الميزان ده مما أنزله الله مش كده بنص الآية، يبقى الميزان اللي توزن توزن به المعاني، وإلا فهنا مش الميزان اللي توزن به الأجسام، وإلا في الميزان اللي توزن به الأجسام مش الرسل اللي بعث بيه. يعني الرسل جم عشان بينه كيلو والجرام والطن، جزما جزما هم ما جوش عشان كده مش كده. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، يبقى انه ميزان لازم مع الرسل، الموازين المحسوسه اللي هي الكيلوات والحاجات. قطعا لا مش هي دي، ولا الرسل جاءوا للدعوه الى ذلك ولا تغيير الموازين دي، انما جاءوا لميزان العقائد والاقوال والاعمال والعبادات ونحو ذلك. اذا الميزان ده ما انزله الله، يبقى ازاي تقولوا ده خلاف ما يبقى ده حكم غير ما انزل الله. وقال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، وقال وانزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون، وقال قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. فلو كان القياس هدى لم ينحصر هدى في الوحي. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فنفى الايمان حتى يوجد تحكيمه وحده، وهو تحكيمه في حال حياته وتحكيم سنته فقط بعد وفاته. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول. قال نفاة القياس والأخبار ابن حزم، الكلام بتاع الاحتجاجية القوية دي مع أنها مش قوية يتوهم بيها اللي افتكر اللي مش فاهم. قال نفاة القياس والإخبار عنه بأنه حرم ما سكت عنه أو أوجبه قياسا على ما تكلم بتحريم أو إيجابي تقدم بين يديه، فإنه إذا قال حرمت عليكم الربا في البر فقلنا ونحن نقيس على قولك البلوط، فهذا محض التقدم. جاب البلوط عشان حاجة بعيدة، أبو خشب ده طبعا مش مأكول مش كده، لكن لو هو قال حرمت عليكم الربا في البر ففهمنا نحن منه أنه في الأرز كذلك، لأنه لا فرق نهائيا بين الأرز والبر ماشي كده، وإن الشرع جاء بالميزان الصحيح والتسوية بين المتماثلين، وانه قال الطعام بالطعام يبقى تفهم ان الطعم ده هو الغرض المقصود، وان مفيش فرق نهائي بين الاثنين. جاب البلوط عشان بس يوهم اللي ما بيفهمش يقول اه صح فعلا، الله ايه اللي خلاهم يقيسوا، يبقى نقول بالسته بس، مع ان ده مما اتفق الكلمه العلماء من الصحابه رضي الله عنهم على انه ايه، لان الربا متعدي الاصناف السته بس اختلفوا في العله، بس متاكدين ان كلهم يعملوا القياس فيه. ده مش تقدم، ده فهم معناه، انت تمسكت باللفظ وتركت المعنى. قال وقد حرم سبحانه ان نقول عليه ما لا نعلم، فاذا فعلنا ذلك فقد وقعنا هذا المحرم يقينا، فان غير عالمين بانه اراد من تحريم الربا في الذهب والفضه تحريمه في القديد من اللحوم. شوف يجيب القياس الفاسده اللي ما حدش قال بيها، ما هو مين اللي قال ان الربا في الذهب والفضه يبقى الجف من اللحوم مش هيخش، احنا بنتكلم على مطعوم انما لو كان قال ان تحريم الربا في البر يقتضي تحريم الربا في اللحوم المجففه لكن هيتقول له لا ده يقتضي ذلك، لان ده ماكول وماكول وده جف وجف ويحفظ ويحفظ، هيلاقي كل العيله الايه موجوده متماثله. او البعض هيقول ده لا يكل وده لا يكل، ممكن في اختلاف بس هو جايب حته عشان تبقى ايه ما حدش ينازع فيها، بس صراحه مش هو ده الاسلوب الشرعي الصحيح او المنصف في المناظره، انه يجيب حاجات يشوه بيها الصوره قدام الجاهل اللي ما يفهمش. ايه دخل الذهب والفضه؟ انا لما اقول اذا علمنا تحريم الربا في الذهب والفضه يبقى علمنا تحريم الربا في الدولار والجنيه، والا فاشمعنى يبقى الذهب والفضه هم الربا حرام فيهم
واللي هي يقوم مقامهم تماما الآن اللي هي النقود يبقى حلاس، ان انا اعمل 9 ب 10 وان كان يحرم 9 جرام ب 10 جرام ذهب. لا، او ده اللي يقول برضو ان الزكاة، عشان كده قلنا في قياس جالي يبقى الخلاف في غير سائغ ان الواحد ينكره. إن لو قال مثلا ان ربنا قال ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يبقى الزكاة وجبت فين؟ في الذهب والفضة، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال يبقى الفلوس ما فيهاش زكاة، الاوراق النقدية ما فيهاش زكاة. كان زمان، لان اول ما طلعت اوراق نقدية بعض العلماء كان يقولوا لما يقبض ثمنها يبقى يطلعها، لانها كانت صك بدين وجعلها زكاة الدين. لكن هي دلوقتي انتهت طبعا بلا شك، ما بقتش النهارده صك بدين، محدش النهارده بيقول ادفعوا لحمل هذا السند دولار واحد او جنيه واحد، بيكتب عليه 1 دولار و100 دولار وجنيه واحد و100 جنيه و10 جنيه. ومعلوم ان الناس النهارده بتتعامل بيهم بالظبط زي ايه؟ زي الذهب والفضه زمان بدون تردد، ان العملات دي مستعمله كذلك، وان فرقت عنها في ذاتها فعلا، لكنه استعمالها والعرف فيها صار كذلك. فخلاص الامر ده صار من ذات النقود، صار من ذات النقدين، وبالتالي الزكاه واجبه فيهم مباشره. قديد الجفل من اللحم، المجفف من الشيء، القديد من الخبز الجاف عيش الناشف. يقول هذا قفو، قال ابن حزم قال اللي هو نفاة القياس، وهذا قفو ما منا ما ليس لنا به علم اتباع، وتعدي لما حد لنا، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، والواجب ان نقف عند حدوده ولا نتجاوزها ولا نقصر بها. وده كلام ما نتفق على ان يجب ان نقف عند حدود الله، لكن هي فين حدود انت بتفهمها بهذا الجمود؟ ولا يقال فإبطال القياس وتحريمه والنهي عنه تقدم بين يدي الله ورسوله، وتحريم لما نص على تحريمه، وقف منكم ما ليس لكم به علم، لأن نقول الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وأنزل علينا كتابا، وأرسل إلينا رسولا يعلمنا الكتاب والحكمة، فما علمناه وبينه لنا فهو من الدين، وما لم يعلمناه ولا بين لنا انه من الدين فليس من الدين ضروره، وكل ما ليس من الدين فهو باطل، فليس بعد الحق الا الضلال. وقد قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي اكملت لكم دينكم، فالذي اكمله الله سبحانه وتعالى وبينه هو ديننا لا دين لنا سواه، فاين فيما اكمله لنا؟ قيسوا ما سكت عنه على ما سكت عنه على ما تكلمت بايجابه او تحريمه او اباحته، اللي احنا قلنا قبل كده كل الادله السابقه من اعتبار الميزان، فاعتبروا أولي الأبصار المعاني التي وردت في الشرع مراعتها، العلماء الذين يستنبطونه منهم، كل ده يقتضي أننا نلحق ما سكت عنه مما علمنا قصده فيه بما تكلم عنه، علمنا قصده بمراعاة الشارع أمور معينة، وبفعل الصحابة اللي تربوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم قاسوا. يبقى أنت تيجي بعد 3 4 قرون 5 قرون تقول لا ده الدين ما ينفع، الصحابة كله دول ما كانوش بيفهموا بقى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو اللي رباهم صلى الله عليه وسلم على ذلك. بيبقى في الأمثلة؟ والله يعني أنت عارف طريقة مناظرة بعد عن قصد، عشان انت عارف ايه، علشان ما يعرفش يرد عليه، ولكن هو في الحقيقه اللي هيعرف ما يعرفش يرد عليه هو واحد ضحك. ولكن كتير قوي الناس هتقرا تفتن، يعني ياما في اول الدعوه طلعت مشكله القياس دي، وناس تقول لا القياس باطل، والناس يقول التانيين يجيبوا الادله والعدد، ونزاعات طويله، لانه ناس قرات الكلام ده فاقتنعت بيه، كلام ابن حزم لوحده وانا في الاحكام. واحد يقول ده الشوكاني بعد ما جاب كل الكلام اخده ورده وقال لك لا الراجل ان القياس لا دليل ولا حجه. كان بياخد وبياخد، لا ده هو الشوكاني بيقيس فعليا. العجيب يعني ان هو نتيجه كثره قراءته لكتب الفقهاء ونشاته اصلا يعني في فقه مذهبي من غير الظاهريه خليته يبقى ايه؟ يبقى ما يعني بياخد القياس فعليا، لكن احيانا كان بيجمد. لكن في الغالب انه فعلا بياخد بالقياس تطبيقا يعني. يقول سواء كان الجمع بينهما علة او دليل وعلة او وصفا شبهيا، فاستعملوا ذلك كله وانسبوه الي والى رسولي والى ديني واحكموا به علي. قالوا وقد اخبر سبحانه ان الظن لا يغني من الحق شيئا، واخبر رسوله ان الظن اكذب الحديث صلى الله عليه وسلم، ونهى عنه. ومن اعظم الظن ظن القياسيين، فانهم ليسوا على يقين،
أن الله سبحانه وتعالى حرم بيع السمسم بالشيرنج والحلوى بالعنب والنشا بالبر، إنما هي ظنون مجردة لا تغني من الحق شيئا. النشا عشان مستخرج من القمح أو كده، السمسم بالشيرنج هو الزيت هو أصلا. قال وإن لم يكن قياس الضرات على السلام عليكم على السلام عليكم من الظن الذي نهينا عن اتباعه وتحكيمه، وأخبرنا أنه لا يغني من الحق شيئا، فليس في الدنيا ظن باطل، فأين الضرات من السلام عليكم؟ مش عارف ده في إبطال الصلاة قصده بقى ولا في إبطال الوضوء، مش عارف مقصوده من ذلك يعني. ها؟ ده في الحنفية انه لو نوى الانصراف من الصلاة بضرطة يبقى اجزأه ذلك كما ايه يجزئه السلام عليكم. الحمد لله ما سألتش عنهم طبعا، اللي هي نية الخروج من الصلاة. يقول وان لم يكن قياس الماء الذي لاقى الاعضاء الطاهرة الطيبة عند الله في إزالة الحدث على الماء الذي لاقى أخبث العذرات والميتات والنجاسات ظنا فلا ندري ما الظن. عجيب أمثال على القياس الفاسد. يقول إن لم يكن الظن فلا ندري ما الظن الذي حرم الله سبحانه القول به وذمه في كتابه واسترخاه من الحق. وإن لم يكن قياس أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من عباد الصلبان واليهود الذين هم أشد الناس عداوة للمؤمنين على أوليائه وخيار خلقه وسادات الأمة وعلمائها وصلحائها في تكافؤ دمائهم وجرائم القصاص بينهم، فليس في الدنيا ظن يذم اتباعه. دي طبعا واضحه انهم الحنفيه يوجبون القصاص بين ايه؟ بين اهل الذمه والمسلمين. قال ومن العجب انكم قستم اعداء الله على اوليائه في جرائم القصاص بينهم، فقتلتم 1000 ولي لله قتلوا نصرانيا واحدا. دول الاجتماع على قتل واحد ده هو شوف بطريقته فظيعه يا ابن حزم. يجاهرهم بسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه علانية، لأن الكلام ده واجب ومحدش بيقول ان هو يجب قتلهم به. ولم تقيسوا من ضرب رأس رجل بدبوس فنثر دماغه بين يديه على من طعنه بمسلة فقتله، عشان هو القتل بالمثقل ولا بالمحدد، فلو عملوا بدبوس لغاية ما طلع دماغه حتة حتة يبقى ده لا يجب فيه الخطاب. قالوا وسنبين لكم من تناقض يقيستكم واختلافها وشدة اضطرابها ما يبين أنها من عند غير الله. قالوا والله تعالى لم يكل بيان شريعته إلى آرائنا وأقيستنا واستنباطنا، وإنما وكلها إلى رسوله المبين عنه صلى الله عليه وسلم، فما بينه عنه وجب اتباعه، وما لم يبينه فليس من الدين. ونحن نشهدكم الله هل اعتمادكم على هذه الأقيسة في هذه الأقيسة الشبهية والأوصاف الحدثية التخمينية على بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أم على آراء الرجال وظنونهم وحدثهم؟ قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فأين بين النبي صلى الله عليه وسلم أني إذا حرمت شيئا أو أوجبته أو أباحته فاستخرجوا وصفا ما شبهيا جامعا بين ذلك وبين جميع ما سكت عنه فألحقوه به وقيسوا عليه. قال والله تعالى قد نهى عن ضرب الأمثال له، فكما لا تضرب له الأمثال لا تضرب لدينه. وتمثيل ما لم ينص على حكمه بما نص عليه لشبه ما ضرب لشبه ما ضرب الأمثال لدينه، وهذا بخلاف ما ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمثال في كثير من الأحكام التي سئل عنها، كما أمرهم بقضاء الصلاة التي ناموا عنها فقالوا ألا نصلي لوقتها ألا نصليها لوقتها من الغد، فقالوا أنهاكم عن الربا وأقبلوا منكم. وكما قال لعمر وقد سأله عن القبلة بالصائم رأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته، وكما قال لمن سألته عن الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين، وكما قال لمن سأله هل يثاب على وطئ زوجته أرأيتم لو وضعها في الحرام. دي كلها مما احتج به مثبت القياس، مش كده؟ لأن يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم علمهم وبين لهم أرأيت عشان يستنبط. بيقول لا الامثله دي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى هي فقط التي ايه الجمود معروفه يعني. ومن احسن هذه الامثال وابلغها واعظمها تقريبا الافهام ما رواه الامام احمد والترمذي من حديث الحارث الاشعري
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات: يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم ينصب أن يقيم، وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، وكلهم يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أنا أفتدي منكم بكل قليل وكثير، ففدى نفسه منهم، إلى فدية من عذاب الله. وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراع حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثي أو من جثاء جهنم، من حثاء جهنم، نعرف من جثي من يجث في النار. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. حديث صحيح. دعا دعوى الجاهلية ليقيس ويمن مصري سعودي حزبية جاهلية لمجرد تقليد الأعمى، أن فلان اسمه كذا بقى أنصره، وفلان ضده يبقى أعاديه، زي المهاجرون الأنصار لما تناصروا على غير الحق. أي ناس تتناصر على مجرد الاسم دون الحق يبقى دعوة إيه؟ جاهلية. مش ذلك يدل على تحريم الأسماء؟ دعوة الجاهلية دعوة إلى التناصر على الأسماء. كل قول هذا السفل. فأدلة الحج على الميت، والحج متضمن لركعتين سنة الطواف فيهم قرآن. الصلاة بس غير الفريضة عشان الإجماع. كل الأدلة بتاعت ثواب الأعمال بقى كيف حدي؟ ايه دي بقى دي؟ بالإمكان الاستثناء صدر عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بالكفر، لأن الإيمان جزم والشك ينافيه. ثانيا، إن كان صدر عن خوف تزكية النفس والشغلة بتحقيق الإيمان تحقيق وتكميله قولا عملا واعتقادا، فهذا واجب خوفا من هذا المحذور. أراد وخبرها لو واحد يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فلها وجه صح نيته فيها، إن أنا الإيمان قول وعمل مش كده، فأنا مش متأكد إذا كنت أنا خلصت اللي عليا ولا لا في العمل وفي عمل الباطن، فأنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله. لو قال أنا مؤمن بس كده يبقى أنت كملت كل حاجة بقى، يبقى أقول أنا في الجنة بقى.
تقولش انا مؤمن بس، قول انا مؤمن ان شاء الله، مش على سبيل الشك، بل على سبيل ان الانسان مش لا يعلم انه كمل الايمان ولا لا. اتخذوا المساجد وفي الدور فرض كفايه، لازم في مسجد في كل محل، لا في كل محل، لا كل قريه وكده. إذا كانوا هيصلوا في مكان جوا كده المسجد مطول. طب اختصار شيخ ايه؟ اختصار في الصلاة اللي هو وضع اليد على الخاصرة. أيوة. لا وضع اليد على الخاصرة كده. والثاني اللي هو الاختصار في الصلاة. لا مش ده. لا. والثاني اللي هو الاختصار في الصلاة اللي هو حذفها يعني أو تقصير فيها. يعني هو ملوش الجلد الجديد. والله أعلم. معرفش.